السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أسعار السيارات في المغرب. ما شاء الله غادي نشوفوا السيارات اللي معروضين لبيع. نشوفوا المعدات الفلاحية، لي تراكتور، البريصات، الحشاشة وجميع المعدات الفلاحية. إذا نبدأ بأول حاجة معنا هاد التراكتور، هذا لانديني 90، لونديني 90 كاين في برشيد. هذا لونديني 90 كاين في برشيد. لونديني 90 كاين في مدينة برشيد. بالنسبة لهاد لونديني 90 اللي كاين في مدينة برشيد، فمولاتي يطلب فيه 135,000 درهم، 135,000 درهم، 135,000 درهم، 13,500,000 كيطلب فيه، 13,500,000 لونديني 90 كاين في برشيد، موديل 2009، موديل 2009 كاين في برشيد، 13,500,000. ندوزو لحاجة أخرى، معناها هاد الشاشة ديال الفصة، الشاشة ديال الفصة، هادي الشاشة يدوية باليد، فيها الفران وفيها المسائل ديالها. بالنسبة لهاد الحشاشة هادي مولاي كيطلب فيها 7,000 درهم، 7,000 درهم، 140,000 ريال، 140,000 درهم، 140,000 ريال، 700,000 فرنك. هادي حشاشة يدوية كاينة في الناظور، موديل 2015، هادي إيطاليا، هادي ديال طليان، موتور تم تغييره إلى الكروة، إلى الكروة من جلد 330 سنتيمتر، 130 سنتيمتر. إذا هذا داير 7,000 درهم، 14,140,000 ريال، كاين في مدينة الناطور. ندوزو لهاد الحشاشة هادي، الحشاشة هادي، هادي حشاشة خدامة بالبوطة، بالبوطة. إذا نشوفو التصاور ديالها، إذن هذه كاينة في جديدة، هاد الحشاشة هادي بالنسبة لهادي فمولاها كيطلب فيها 10,000 درهم، مليون كيطلب فيها، مليون كاينة في جديدة كيطلب فيها مليون. كاينة في جديدة هادي موديل 2009، الشاشة كاتخيام. ندوزو لحاجة أخرى، هادي الآلة ديال الحصاد أو الحشاشة، حتى هادي نعتبرو حشاشة ولا آلة الحصاد، هاهي كما كتشوفو معايا، ولكن هادي كاينة في بني عياط، كاينة في بني عياط.
بنادي فمولاتي يطلب فيها 13,000 درهم. 13,000 درهم كنا في بنايات، 13,000 درهم 2,300 كموديل 2000، موديل 2000 حشاشة ديال فصة ممتازة. ندوزو لحاجة أخرى، معنا هادي كاينة في الآلة ديال الحصاد، مكينة ديال الحصاد من ماركة كلاس سيناتور، كاينة في الصويرة. هادي كاينة في الصويرة، سيناتور كاينة في الصويرة. بالنسبة لهاتي مولاتي يطلب فيها كيطلب فيها 40 مليون، كيطلب فيها 40 مليون، موديل 80 مازوت، مكينة خدامة مزيان، مزيانة خدامة عمرش. ندوزو لحاجة أخرى، معنا هاد نيو هولاند كاين في مدينة فاس، دير هاد التراكتور كاين في مدينة فاس، شوفو التصاور ديالو، من بعد تشوفو المعلومات ديالو. بالنسبة لهاد التراكتور هدا فمولاه كيطلب فيه 15 مليون، كيطلب فيه 15 مليون، كاين في مدينة فاس، موديل 2002، هدا نيو هولاند 110 90 110 90. إذا هذا تراكتور فلاحي موديل 2002 مازوت 6 الخير، تراكتور أمبونيطا 6 ديال سيلندر، كونسوماسيون قليلة. ندوزو لحاجة أخرى، معنا هاد ندوزو لهاد التراكتور، ندوزو لهاد التراكتور هدا كاين في الكارا، كاين في الكارا، ندوزو لهاد التراكتور كاين في الكارا، التراكتور هذا مولاي كيطلب فيه 59,000 درهم، 59,000 درهم كاين في الكارا، 59,000 درهم تقريبا 5 مليون و 900,000 فرنك، 5 مليون و 900 كاين في الكارا. إذا هذا التراكتور فيات 640، فيات 640، الثمن ديالو 5 مليون و 900. ندوزو لهاد التراكتور هذا كاين في بن سليمان، كاين في بن سليمان ميني تراكتور كوبوطا، كوبوطا ميني تراكتور كوبوطا، هذا مولاه كيطلب فيه 47,000 درهم، 4,700,000، 4,700,000، موديل 2000 كوبوطا، 13 اكسيلونت ايطا، اكسيلونت ايطا. اذا كان هذا اخر
اخر تركتور معنا، اذا عجبكم شي حاجه من هذا بغيتو نمره التليفون ديال مولاها فما عليكم الا تواصلوا معايا على الواتساب 0673 13 18 18. وان شاء الله نعطيكم نمره التليفون ديال صاحب السياره وصاحب التركتور. كنشكركم على المتابعه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا شي، وتهلاو لفراسكم. مع السلامه.